بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. تابعنا كلنا خلال الساعات اللي فاتت السباق الانتخابي الشديد جدا في تركيا اللي كان بيحبس الأنفاس، وناس كتير سهرت وناس كتير يعني كانت قلقانة حتى وصلنا إلى هذه النتائج اللي أعلنت. فهي طبعا انتخابات مصرية والعالم كله منتظرها ولها تبعات في الإقليم وفي العالم كله، لكن احنا ان شاء الله ناخد بعض الدروس من هذه الانتخابات ومن هذه المواقف اللي شفناها والاحداث اللي شفناها خلال الايام اللي فاتت، خاصه طبعا في بلادنا العربيه اللي هذا المشهد غايب عنها وبتحكم للاسف عن طريق منطق القوه والحديد والنار. نرحب بفضيله الشيخ الدكتور عصام تلينا من علماء الازهر الشريف. اهلا بك شيخ عصام. مرحبا. يا هلا، اهلا بك شيخ عصام. طبعا يعني انت شاهدت، انت موجود جوه المشهد، يعني انا مش هقول لك شفت يعني، فتنقل لنا بقى انطباعك شيخ عصام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة طبعا ما عشناه أمس، يعني طبعا بحكم أن احنا عندنا عدد لا بأس به من المصريين أو العرب الذين يحملون الجنسية التركية، ومارسنا حقنا الدستوري والسياسي في الانتخاب أمس. الحقيقة في عدة ملاحظات مهمة جدا. أن الاختيار الحر للشعوب أمر لا بديل عنه ولا غنى عنه ولا يعوض أبدا، ومهما كان من تدخل الجيوش والعساكر والقوى الغاشمة في منع هذا الحق عن الناس، فإنهم يحرمون الناس من شيء عظيم جدا ومهم جدا وصمام أمان للمجتمع. يعني أمس ونحن ننتخب، الحقيقة يعني أنا كنت في لجنة، معظم جيراني طبعا يعني من توجه آخر ومعظمهم من توجه العلماني، لكن الحقيقة لاحظت أن الناس في التعامل، في رقي، اللجان في انسيابية طبيعية جدا، مفيش كل ما شفناه في الدعاية من الشحن والشحن المضاد والكلام ده، في اللجان لا، يعني تخش ببطاقتك تاخد الرقم مظروف ورا الستارة تنتخب تسلم وتحط في الصندوق وتاخد بطاقتك تاني وترجع وتطلع، ولا حد بيقول لك بره لا لماذا لم تنتخب فلان او لماذا كذا، ولا حد مستلمك من اول الطريق ويستلمك لحد اللجنه خد كذا ولا ما خدش كذا. يعني كل هذه المشاهد التي كنا احيانا نراها في بعض بلداننا ايام حتى الديمقراطيه والحريات النسبيه، لا الناس كل واحد رايح محدد هو هيعمل ايه وينتخب ايه وينتخب ازاي ولماذا. طب اول مشهد واحد بيلاحظه. طب شيخ عصام معلش، احنا لو حطينا المشهد ده جنب المشاهد اللي عندنا كده، اللي بيتفكر بس يترشح بيتحط في السجن هو واهله، يعني فليه احنا بلادنا فيها الاستبداد ومفيش فيها الحريه ومفيش فيها ان الشعب يختار كل الوضع ده؟ اولا لان القوى الغربيه التي تهيمن على يعني حكام بلادنا وعلى أنظمة بلادنا لا تريد لنا أي هامش من الديمقراطية والحرية، لأن ديمقراطية وحرية وحاكم جاي باختيار الشعب معناه سيقف أمام اختيارات هذه الدول الاستعمارية السابقة موقف عكسي. يعني أنا النهاردة خليني هجيب حاكم الناس تختاره، هيبقى موقفه من الكيان الصهيوني معادي، من التدخل الأمريكي والتدخل كذا وكذا في القضاء ذات السيادة هيبقى رافض. طيب هم محتاجين في بلادنا هؤلاء العملاء، ولذلك كل ما يحدث، يعني تخيل شوف التناول الإعلام الغربي للانتخابات التركية والتجاوز في حق الرئيس أردوغان مقابل حكام في بلادنا، ويقولوا عنه الدكتاتور واللي كذا. طب حلو، حكام في بلادنا بتموت وتقتل في الشوارع وعلى الهوى و في السجون وسجن الناس وأحكام جزافية، لم نسمع لهذا العالم الغربي الذي يدعي أنه حر اعتراض. بالعكس، المساعدات العسكرية شغالة، التعاون، الدعم الدولي مستمر معه، الدعم الإقليمي نفس الحالة. إذن العالم الغربي الذي يدعي أنه يسعى لنشر الديمقراطية كلام فارغ طبعا، إنما يسعى لنشر ثقافته هو والحفاظ على مصالحه هو. والحقيقة طبعا ده شفناه في أكثر من أمر، حتى في الانتخابات الرئاسية، في الثورة، ما بعد الثورة، ما قبل الثورة، رأينا موقف الغرب الواضح من دعم الأنظمة، إلا إذا تهاوت الأنظمة ووقعت يحاول أن يدرك ويرمم ما له من مصالح في هذه البلدان.
فالحقيقة الواحد شاف يعني متخيل على مدار أسابيع، يعني أما يطلع واحد رئيس بلدية اسطنبول بس ويقول عن أردوغان إنه آخر يوم يحكم وآخره يحكم زوجته في البيت، وهذا الشخص قاعد في بيته وبيطلع في الإعلام وبيتكلم، محدش قال له والله راح له زوار الفجر ولا خدوه من قفاه ولا اتسجن ولا تلفق له قضية، عادي بيمارس حياته الطبيعية ويمارس حياته السياسية، بيطلع الناس تشكك في عمل المؤسسات التابعة للدولة ومع ذلك رأي ورأي آخر، ويطلع متحدث في الحزب اللي قباله يدافع عن هذا الكلام ويقول لا هذا كلام فارغ، هذه حرب إعلامية تشن. هنا في ديمقراطية يتعامل بها الناس، ولذلك يعني لما خالد محمد خالد رحمه الله لو كتب بعنوان الديمقراطية أبدا وأزمة الحرية في بلادنا، وكان عاشق وهاوي للحرية، فبيقول إني عامل العنوان ده حكمة لأحد الأوروبيين، علاج مشكلات الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية، يعني يا جماعة أخطاء التجارب السياسية بيبقى بمزيد من حرية التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير، إنما إلغاء الصندوق وعمل فقط صندوق الذخيرة والذي يعمل لا، ده أمر الحقيقة الواحد لاحظه. الأمر الآخر إني طبعا في فترة يعني سبقت الانتخابات حدث فيها التهيج الإعلامي والعنصري، ومع ذلك المجمل العام في الانتخابات الناس لم نشهد حالة عنف واحدة، لم نشهد حالة تجاوز، لم نشهد ده بإعلان الهيئة العليا للانتخابات، لم نشهد حالة اعتداء، رغم إني هتلاقي ناس معارضة وناس تبع السلطة من العرب أو من المجنسين داخل ينتخب، وعارف الموظف إن التركي بتاعك بسيط معناه إنك أنت مش تركي أصلي، طيب وبعدين ما عادي بيديك ورقة مدام عنده بطاقة صحيحة وليك رقم انتخاب وبيديك الأوراق ولا علاقة له، يحبك يكرهك، وهو ده اللي بنقوله يا جماعة، مؤسسات الدولة حيادية، مؤسسات الدولة لا تنتمي لأحد، إنما هي وعاء يضع فيها الناس آراءهم وأفكارهم وخدماتهم، وعاء خدمي ووسيلة خدمية، مش جهة مخالفة ولا معادية ولا مؤيدة، لا بتأيدك ولا بتقف ضدك، إنما هي جهة خدمية منصفة محايدة، زي مولودة ولد تطلع له شهادة، هقول لا والله الولد ده ابن معارض ده ملوش شهادة زي ما يعمل النظام في مصر، كم عدد من البطاقات وشهادات المواليد وجوازات السفر والأوراق الثبوتية لا تجدد لأشخاص لعلة إنه هو معارض، مش حتى عامل عمل، لا معارض، مجرد واحد رافض هذا النظام، ليه؟ لأن الناس بتعتبر هي الدولة والدولة هي، إنما ما شاهدناه بالأمس الحقيقة مشهد في غاية الأهمية، ذكرنا بانتخابات ما بعد ثورة 25 يناير اللي احنا ما احناش عارفين النتيجة مع مين، يعني استفتاء مارس حدش كان عارف الدنيا رايحة فين، انتخابات الرئاسة حدش عارف مين اللي جاي، بين شفيق ومرسي حدش عارف مين اللي جاي، هي دي الانتخابات، ان الناس مش حاطط صوتك وانت ما انتش عارف نتيجة الصوت ده ايه، هي دي الشفافية، وده الديمقراطية الحقيقية التي هي افضل اختراع الى الان اخترعه البشر على ما مين بعض اي نعم. طب شوف عصام، شوف عصام افضل اختراع الان انت ذكرت نقطه دور السلم للسلطه، يعني انت بتعتبر ان الديمقراطيه هي وسيله للاختيار الحاكم. انا كنت هسالك السؤال ده شيخ عصام، لان طبعا انت عارف الاراء الكتير او الكلام الكتير اللي بيتقال على موضوع الديمقراطيه والكلام ده، فاسالك في موضوع يعني لو الواحد قال كلمه كده مثلا زي يعني كاد الاستبداد ان يكون كفرا، هل الكلمه دي تصاغ ولا ما تنفعش؟ لا يعني ما هو يعني الإنسان طبعا الكلمة على حسب المقصود بها، يعني مقصود بها، لأن الاستبداد دايما يأتي باستعباد الناس وقد يكون مقصود بكفر الجحود، جحود نعمة اللي هو جاي بإيه، ما أنت جاي بإيه اللي جاي ده الإباء مستبد، جاي بالسلطة، جاي بانتخابات، جاي بالسلاح، جاي بالجيش، جاي زي ما تكون، وفي النهاية الأصل أنك أنت جاي بنعم أنعم الله بها على الناس، وهي أدوات ملك الشعب، الشعب ملكها لك، فمقصود بها اللي يعني مش الكفر بمعنى الكفر العقدي، انما هو يعني الجحود يعني. ولذلك البعض اللي بياخد موقف من الديمقراطيه برضه يقول لك برضه الديمقراطيه كفر، ليه؟ لانها حكم الشعب بالشعب. يا عم لا، مش معنى ان الشعب له راي ان يبقى ده لا ده معارض لراي الله، ده مش صحيح، والا احنا عندنا اخواننا
مصادر التشريع معروفة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. طب الإجماع ده إيه؟ والقياس ده إيه؟ الكتاب والسنة عرفناه، ماشي. القياس إنك مسألة متكلم فيها في الشرع وعندك مسألة جديدة مسكوت عنها. القياس هو إيه؟ الحاق مسكوت عنه بمتكلم متكلم فيه. قضية سكت عنها الشرع الجديدة بقضية مشابهة زيها اتكلم فيها الشرع، ده اسمه قياس. تقيس واحدة بواحدة. الإجماع الإجماع آراء المجتهدين والأمة في قضية تشريعية فيها رأيين ولا حاجة أجمعت على رأي، وفيها رأي واحد أجمعت عليه. طب ما الإجماع ده إيه؟ القياس عمل عقلي، والإجماع عمل بشري، علم اجتماع الناس، اجتمع الناس على رأي معين. دي رسالة توضح للناس أن الوحي والعقل والاجتماع البشري يلتقون مع بعضهم ويكمل بعضهم بعضا، مفيش تعارض. يعني منين التعارض؟ ما هو كل واحد عارف مساحته، العقل عارف مساحته فين، ان عند النص القطعي مالوش عمل، خلاص اعلاء الوحي على العقل. العقل مساحته في ايه؟ في فهم هذا النص. ثم هذه الافهام المتعدده اذا اتحدت جميعها على راي واحد صار اجماعا. اي نعم. يعني ايه؟ الاسلام بيكرم ويحترم العقل الواحد الذي يعمل ويختلف، والعقل العقول التي تجتمع على راي واحد، ده مقدر في مساحته وده مقدر في مساحته. الاجماع محترم في ايه؟ اجماع يقيني، قضيه ما فيش فيها خلاف، خلاص. والعقل في القضية التي فيها رأيان أو جديدة بيشتغل، والوحي فين؟ الوحي عندنا هو الثابت، عندنا في قضايا ثابتة نصوص ثابتة ليس فيها إلا رأي واحد، وقضايا متعددة فيها عدة آراء. هنا العقل المسلم يشتغل وفق الضوابط الموضوعة لفهم النصوص، ده ما فيش تعارض. ولذلك بعض الناس يقول لك الديمقراطية كفر لأنها رأي الناس والشعب. لا، مش معنى يا إخوانا رأي الشعب إن يبقى فيه معناها إن ده ضد رأي الله، هذا كلام فارغ. وإلا يعني إحنا عندنا الشورى في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الحباب بن المنذر يا رسول الله في بدر هذا منزل أنزلكه الله من الرأي والحرب والمكيد؟ قال لا، رأي الحرب والمكيد. قال رأي. طيب عندنا أحداث أخرى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للتحكيم في بني قريظة وارتضى أن يحكم بينه وبينهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. اي نعم. سيدنا سعد في الاول قال ايه؟ نظر اليهود وقال اترضون برايي؟ قالوا نعم. ثم حياء لم ينظر الرسول وقال اترضون، قال يا وانتم اترضون برايي؟ ما قالش وانت يا رسول الله. قالوا نرضى. فحكم. ولما حكم النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. طب لما هو حكم موافق لحكم أنفاق سبعاتهم خلاص مش محتاجين رأي بقى. النبي ليه هنا صلى الله عليه وسلم أخذ وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ ده مجال فيه للتحكيم، لأني وما دام قبل افترض سيدنا سعد كان قال رأيا آخر، قال لا عقوبة تانية أقل من اللي قالها، هل النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله لا احنا رافضين؟ لا، ما لأنه قال لك أقبل، ارتضى. هنا قضية معناه أنك لما تحكم وارد ألا يأتي الحكم الذي حكم به الإنسان موافقا لما تريد وموافقا لكمال الحق، مش كل الحق، وارد يجي لك بأقل، وارد يجي لك بالحق كله، ما دام ترتضيت التحكيم خلاص تقبل، إلا لو فيه جور متعمد واضح، دي قصة تانية، أو في نص عندنا ثابت فمش هنحكم في نصوص ثابتة. فهنا دي نقطة مهمة يا جماعة، إن الرأي واجتماع الناس وأقوال، نعم في ديمقراطية وفي شورى وفي استشارة الناس في ايه؟ فيما يقبل الاستشارة. مش هنعمل تصويت هنحلل الزنا ولا ما نحللوش، ده مش مجال تصويت. انما هنقول والله قضية توثيق العقود نوثق ولا يقع اي عقد موثق نعمل بيه ايه؟ عاد نعمل قانون ويصوت عليه مجلس الشعب. الاذان الموحد نناقشه. قضية كذا ناخد بيه الهلال في الرؤية
بداية مطالع الشهور كرمضان ولا مطالع الأعياد خلاص فلكي ولا رؤية؟ أي نعم عاد رأيين. فقانون سيقدم إلى مجلس الشعب يصوت الناس أهل الخبرة والعلم، لا مانع، حدش قال إنما ممنوع، إنما في ثوابت. لا، هنا الفرق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية عند غيرنا. فليست مرفوضة الديمقراطية، زمان جت كانت الانتخابات في الإسلام أهل الحل والعقد، مجموعة الناس ترتضيها بتقعد تختار مما بينها واحد أو تختار واحد. أي نعم. طب النهاردة الديمقراطية جابت لنا حاجة اسمها الصندوق، هنقول لا لازم نرجع للحل والعقد؟ خلاص، هو ده بقى الحل والعقد، بقت الصيغة المعاصرة للحل والعقد. لأن الإسلام بيعنى بالمبادئ ويترك الوسائل إلى تطور الزمن. المبدأ الإسلامي الأصيل ألا يجبر الناس على اختيار، وأن يختار الناس اختيارا صحيحا حرا، ده هدف وسيلته إيه؟ بالعدد، بالحل والعقد، بالانتخاب والاقتراع المباشر، ببرلماني ولا رئاسي، كل ده جائز. المهم أن يكون حاكم يختار ويطبق العدل بين الناس. أي نعم.